دي حقيقة. وانا اروح للدكتوره بتفاجئ ان مش دي الصوره اللي انا دي كنت لأن مش ده اللي كان في خيالي. المشكله اكتر ان احنا في عندنا خلل. هل هو مشكله في الاختيار، طبيعه الاختيار؟ طبعا سوء الاختيار دي حاجه قويه جدا. بس قبل سوء الاختيار في التسرع، قبل التسرع في الوعي، لان احنا ساعات كتير جدا بنبقى مش فاهمين ان الجواز والحب مختلف، ليه صور كتير جدا والصور دي بيبقى فيها نمو. في وقت من الاوقات بيبقى قمه المشاعر زي ما منى قالت في الايه، في المشاعر والاحاسيس والحب والغرام. لكن بعد كده بيخش حته الالتزام، حته المسؤوليه، حته الاحترام. الاحترام هنا احنا ساعات ما بنفهمش معناها قوي، نفتكر اتفضل حضرتك. لا، احترام المشاعر، احترام الاحتياج، احترام الطرف التاني محتاج ايه، احترام نقطة ضعف الطرف التاني لما يبقى ضعيف، ازاي ان انا اقدر احتويه، اقف في ظهره، احسسه ان انا سند. هي دي الصور بتاعت الحب اللي احنا ما بنشوفها. في كمان حاجة تانية. طب يعني معلش فضل. وده الحركة، يعني مش كل علاقة حب ينفع تنتهي بالزواج؟ دي حقيقة. لا، نيجي هنا بقى نظرية مثلث الحب. ده في فييري. مش كل علاقة حب بتنتهي بالزواج، ما عشان كده انا ما اتجوزتش. والله هو في بعض برضه لا ما بيعيش. ما بيعيش بقى غير كلمة أخطر. في ناس بتقول أن الزواج مقبرة الحب. انا عارف المقوله دي من زمان ولا وانا بقولها، بس مش لا يمكن تعميمها، لا يمكن تعميمها. هي دي مش حقيقه، لا يمكن تعميمها. هو احنا اللي بنحفر الزواج بتاعنا بايدينا بعدم استعدادنا، بعدم قدرتنا على تحمل المسؤوليه وبذل الجهد. ما بنبذلش جهد، ما فيش روح المشاركه. هل الناس مش عارفه يعني ايه قيمه الزواج في العصر الحديث، او بدات الـ 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 العلاقه اللي كانت بتعتبر الرباط المقدس ما اصبحتش بنفس القدسيه بتاع زمان؟ تعالى اسالك سؤال يا حسام. زمان كانت لما واحدة بتتطلق أو بيتم انفصال كانت بتبقى كارثة. حتى المجتمع كله كان بياخد منها جنب. للأسف الشديد احنا ساعات كمجتمع البعض بيقول ده من نتائج تحرر المرأة، أنها أصبحت قوية ومستقلة. في فرق بين المساواة والاستقلالية، وفي فرق بين الندية. احنا للأسف الشديد في عندنا مفاهيم بنسيء استغلال معناها. أنا ممكن أكون في تساوي بس أعرف حقوقي وحقوق الغير. أنا ممكن إن أنا أتطلق لو أنا مضطرة إن أنا أتطلق، لكن للأسف الشديد إن الطرفين ما بيحاولوش حتى يصلحوا. كل واحد فيهم وقت الخلاف بيبقى متشبث برأيه، ده غير تدخل الأهل. احنا عندنا الزواج هنا زواج عائلات، دي حقيقه. يعني كل واحد بيتجوز بعيلته، العيله بتتجوز كمان. دي حقيقه. وعلشان كده دايما انا بطالب ان فتره الخطوبه تبقى طويله. صح. مش بالوقت. ايوه بقول لكل اصحابي والله كده بالفعل. بمعنى ايه؟ انا ممكن افضل مخطوبه سنتين، لكن الفتره اللي بيحصل فيها تزاور او ان انا بشوف خطيبي مش كفايه، فبالتالي في عادات كتير ممكن تكون بالنسبه لي غير مقبوله انا ما شفتهاش. انا شفت، عشان كده الوقت مهم برضه، لان انت ما الانسان بطبعه بيميل الى اخفاء الظواهر السلبيه، تتكشف مع الوقت كلنا. ولما بقى بتبتدي القناع يبتدي يسقط، قناع تلو الاخر، يبتدي هنا تحصل الصدمه. عشان كده في جمله دايما بسمعها من الزوج او الزوجه، انا اتصدمت. انا ما كنتش فاهمه ان الجواز كده. انا ما كنتش عارفه ان ايه ده مش كده. والاغلبيه بييجوا يتكلموا في النقط دي بالظبط. والغرابه ان ساعات كتير قوي بيكون في علامات، وعلامات واضحه وباينه، ورغم كده احنا بنعمل نفسنا مش شايفين، تجاهل، بنستعبط. طيب. بنستعبط على نفسنا. انا اعتقد انت مهدتي هذا السؤال للدكتوره منى. طب يا دكتوره، ما احنا، ما هو برضو ما بدي افكر في الكلام اللي بتقوله الدكتوره غاده، بنلاقي انه طيب ما انا كنت، ما احنا تقريبا كنا بنتقابل كل يوم وعايشين مع بعض كل يوم، وبنخرج وبنروح وبنسافر وبنلتقي. طب ايه اللي فرق بعد الجواز؟ طب ما هي نفس، ما هم نفس الاشخاص، تغير بس الشكل. اصبح حتى يعني خلينا نقول بصراحه شكل معترف به اجتماعي، او كلمش عن الناحيه الدينيه دلوقتي، شكل معترف به اجتماعي. لكن احنا في علاقه حقيقه منذ سنوات. طب ايه المشكله؟ هل لما بنلاقي بعضينا بقى في
في ارتباط حق يعني، سواء بقى شفتي ارتباط ديني ارتباط اجتماعي او ارتباط، بتبقى علامات الخوف اكبر او الفير اوف كوميتمنت لما بيقع بتبقى الكارثه. هو ده جزء الفير اوف كوميتمنت، ده فعلا جزء من وبيبقى عند الراجل اكتر. طيب خلينا بقى ناخد النقطه دي ونتكلم على ان ليه سنه اولى زواج بيسموها حقل الغام، اللي هو لابد ان انت تعبره عشان تروح ايه لارض الامان. وساعات بيسموها برضو انها مخاض ولاده لولاده طبيعيه لحياه مستقره. طيب هو ايه اللي بيحصل زي ما حضرتك بتقول ان احنا كنا حلوين اهو بقى لنا سنتين او ثلاثه او اربعه او خمسه ومخطوبين وبنحب بعض وبنتقابل والمفروض عارفين بعض. نمبر 1 في المعقبات والمشكلات اللي بتحصل في سنه اولى زواج والمسببه للخلافات والمشكلات هي سقف التوقعات العالي. توقعاتي في الزواج وتوقعاتي في الشريك، بيحصل خيبة أمل وانكسار مهما كانت فترة الخطوبة طويلة أو فترة العلاقة طويلة. الحياة اليومية، ما كانتش عارفة قبل الجواز، ما هي عارفة الحياة اليومية إن إحنا بدأنا نتشارك في كل التفاصيل. أبتدي أنا ألاقي شريك حياتي بيحب النظام وأنا فوضوية، أو أنا فوضوية وهو بيحب النظام، أنا عايزة أنام في الضلمة وهو عايز ينام في النور، أو العكس، أنا بحب القراءة وهو بيحب المسلسلات وعايزني طول الوقت وعايز يخرج وانا مش عايز. فالحياه الكامله بتبدا تكسر سقف التوقعات ويحصل خيبه امل فيبتدي يحسوا بالفشل. تاني حاجه تدخل الاهل. كلنا زي ما حضرتك قلت بنتزوج باهلنا، فبيبقى في ماراثون كده بين الاهل الزوجين ان هم عايزين يتولوا القياده والسيطره من اول سنه، من اول لحظه ومن قبل الزواج كمان. وسيل النصائح المجانيه، بس تلاقي كل الاقارب والاصحاب والمعارف كله عايز يخش ينصحك، فلابد ان انا اعرف ان الزواج ده تجربه فريده. حتى في الاوساط المتعلمه طبعا ده بيحصل كمان في الاوساط المتعلمه. ايوه طبعا، متعلمه تعليم عالي. انا كمان لما يبقى ليا صديقه مقربه ليا، طب ما انا غصب عني هتاثر برايها. إيه من ضمن الاسباب برضو فكره ان احنا التطبيع، التطبيع، انا دخلت لقيت ليه عادات وطباع مختلفه، انا جايه بكالتشر مختلفه، انا جايه بصفات وسمات لشخصيتي. فتره التطبيع دي لو مرت بسلام سنه اولى زواج هتمر بسلام. في اسباب كتير جدا بتخلي سنه اولى ممكن تؤدي الى الفشل او تؤدي الى حياه مستقره وجيده، من ضمنها اللي احنا قلناه ده كله. بنضيف عليه كمان الاعباء الماديه والماليه وتكاثر، زي ما الدكتوره غاده قالت، تكاثر المسؤوليات. فجاه اتصدمت زي ما هي قالت، غالبيتهم بيقولوا الكلمه دي، انا اتصدمت في شريكي، ده مش ده الحلو الامور اللي انا كنت متعوده عليه، مش ده النظيف المؤنق ابو ريحه حلوه اللي انا كنت متعوده عليه. وهو نفس الشيء، لان احنا عندنا برضو ثقافه في المراه انها تظل انثى حتى تتزوج ثم تتحول لام ومدبره منزل فقط بعد الزواج. ودي ثقافه ان هو فكره الانثى دي، بس ده حتى قبل احيانا ما تبقى ام، دي مشكله. هي المشكله ان ده احيانا احنا بنتكلم عن اول سنه، علشان دايما الجواز بالنسبه لها بيبقى هدف، لقد تم الهدف.